السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بحكم اقتراب يعني الامتحان الخاص بإدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة، فأنا غادي نشارك معكم هذا الفيديو اللي غندويو فيه على أكثر الأسئلة اللي كتنتشر بزاف في الأخ الشفوي. يعني على سبيل المثال كسؤال أول، بمجرد أنك ما كتدخل فهو يقدر يقول لك مثلا بريزونطوا، ولا يقدر يقول لك مثلا بريزونتيفو، ولا يقدر يقول لك مثلا عرف نفسك، يقدر يقول لك مثلا introduce yourself. يعني على حسب بالنسبة غتسأل كيفاش نقدر نجاوب على هذا السؤال. بالنسبة للجواب على هذا السؤال فيجب أن يكون منظم، يعني التعريف بنفسك يجب أن يكون منظم. أولا تبدأ بالاسم والنسب، بعد ذلك العمر، بعد ذلك يعني المدينة التي تقطن بها ولا المدينة التي تسكن بها، بعد ذلك الشواهد اللي عندك ويعني الدبلومات اللي عندك وفقط. واللي بغيتي يعني يهضر معاك فيه هو اللي تختم به. مثلا غتعرف براسك، مثلا انا فلان الفرتلاني، مثلا تقول انا فلان الفرتلاني البالغ من العمر كذا وكذا، مثلا قال لك باللغة العربية، اقطن مثلا بمدينة كذا وكذا، مثلا وحاصل على شهادة كذا وكذا سنة كذا وكذا، أو برسم السنة كذا وكذا. يعني أنت غتسالي معاه في النقطة اللي تبغيه هو يهضر معك فيها، وهكا غتسيس يعني المقابلة الشفوية. فالمقابلة الشفوية دايرة بحال واحد المسرح، يعني أنت كتحاول أنك تمثل فيه وما تقنعش راسك أنك كتمثل، فهمتي؟ يعني تحاول تمثل فيه وأنك تبدع في ذاك المسرح. المهم بالنسبه مثلا البريزونطاسيون، الا قال لك على حسب اللغه يعني باش هضر معاك، على حسب اللغه باش تجاوبو. مثلا قال لك بريزونتيفو، فانت غتجاوبو باللغه الفرنسيه، تقول مثلا جو مابيل او جو سوي كذا وكذا وكذا، جي طق طق طق. المهم حاول ما تبانش حافظ. ولا مثلا قال لك بلونغلي انتروديوس يور سيلف، فانت غادي تعرف براسك. يقدر يقول لك مثلا قدم لنا السيره الذاتيه ديالك. في تقديم السيره الذاتيه كيبدا من الهيد، يعني كتبدا من الفوق وانت هابط وانت كتقدم السيرة الذاتية ديالك. يعني كنظن ان هذه النقطة هذه ختمناها. السؤال الثاني يقدر يقول لك لماذا اخترت هذا التخصص الدراسي مثلا اللي قريتي. مثلا التخصص الدراسي اللي قريتي فيه، مثلا انت هي كتقرا ليكونومي ولا كتقرا القانون، ولا مثلا عندك باك مثلا سيونس اس في تي، ولا عندك مثلا باك بي سي ومورا طلعتي لافاك درتي مثلا دروا، ولا درتي مثلا اللغه الانجليزيه ولا ما عرفت. فانت هذا الامر هذا كيرجع لك انت، يعني انا ما نقدرش نفيدك فيه. غتقول له الدوافع يعني اللي خلاتك تختار هذيك البرونش اللي درتي. فهذا السؤال هذا راه كيرجع لك انت والطريقه ديال الاجابه ديالو. يعني هذه من الاسئله يعني اللي كتحاول انك تختبر يعني التفاعل ديال المترشح. فهي ما كتختبرش يعني المعلومات او الكم المعرفي، بل كتختبر يعني كيفاش انت زعما سوشيبل ان صح القول. المهم بالنسبه للسؤال الثالث يقدر يقول لك مثلا لماذا لم تكمل دراستك، يعني علاش ما كملتيش قرايتك. مثلا انت مثلا طلعتي لافاك قريتي العام الاول وصافي وخرجتي، ولا قريتي العام الاول والثاني وخرجتي، فانت يعني غادي تقول له الاسباب اللي خلاتك ما تكملش القرايه ديالك. والاسباب زعما راه كتكون باينه، شي مشكل، شي كذا شي كذا، الحاله الماديه ولا شي حاجه. يعني تقدر داك الساعه ملي تهضر بحريه تامه. بالنسبه للسؤال الخامس، وهنا كندخلوا يعني في الجد، يعني هنا كندخلوا في الاسئله التي يبتغى منها اختبار مدى يعني الكم المعرفي لهذا المترشح، واش قلب على هذا الميدان قبل ما يجيلو، او انه غير جاي مقدم يعني مقدم وصافي كما كنقولوا. يقول لك ما هي الجمارك وما هي المهام التي تقوم بها. الجمارك والمهام التي تقوم بها يجب ان تكون جوجليتيها قبل ما تمشي. يعني هادشي راه باين، خصك تكون يعني على الاقل شفتي يعني ما هي الجمارك او ما هي المهام التي تقوم بها الجمارك او ما الى ذلك. يعني بالنسبه للجمارك، فالجمارك تعرف الجمارك بانها السلطه او المؤسسه المسؤوله عن التحكم في اليه نقل البضائع من داخل البلاد الى خارجها والعكس، وذلك لمراقبه جميع الواردات التي تدخل للبلاد وتسهيل حركه البضائع عبر الحدود. كنظن هذا الجواب هذا في ما هي الجمارك فهو يعني جواب كافي
انك تقوله، ويتم ذلك من خلال ما يلي. يعني هنا غنبداو نهضروا على المهام التي تقوم بها الجمارك: تفتيش المسافرين وأمتعتهم وبضائعهم، تحصيل الرسوم الجمركية وجميع الضرائب التي تفرض على البضائع الواردة، جمع البيانات الدقيقة حول البضائع الداخلة إلى البلاد والخارج منها، وضع القيود على الممنوعات من البضائع المستوردة والمصدرة، حماية الشركات الوطنية من التجارة الغير مشروعة، وما إلى ذلك. يعني هذا كنظن أنهم كافيين وكافيين. ومن أهمية مثلا الجمارك الحفاظ على سير عملية نقل البضائع داخل وخارج البلاد، الحد من دخول البضائع المحظورة، الحفاظ على استقرار القطاع الاقتصادي داخل الدولة والقطاع الوظيفي كذلك. يعني كنظن أن هذا السؤال هذا فهو سهل، وأنا أعطيتك الإجابة، حاول تحفظها وحاول تقولها بواحد الطريقة يعني لمنمقة، ما تبانش أنك حافظها، يعني تقولها بواحد الطريقة اللي تبان كأنك مثلا يعني هذيك ثقافة عامة انت عارفها وصاف. مثلا في أي سنة تم تأسيس الجمارك؟ فهذه حتى هي من الأسئلة اللي تقدر تحط لك في الامتحان. مثلا تاريخ تأسيس الجمارك هو يعني 9 أكتوبر 1997 ميلادية، فيعني هذا التاريخ هذا خصك تكون عارف وخصك تكون ضابط. مثلا يقدر يوصل معك مثلا بعض الأسئلة التي يبتغى منها يعني معرفة القدرات المعرفية والثقافة العامة الخاصة بالمترشح، على سبيل المثال كم عدد جهات المغرب؟ 12 جهة عارفينها. يقدر يعطيك ورقة وسيلو يقول لك ارسم خريطة المغرب، وهنا يعني كنكونوا سالين مع الأسئلة اللي الهدف منها هو الثقافة العامة المترشح، ودخلنا الأسئلة مثلا بحال كنقولوا يعني نازلة وانت غادي تحلها، مثلا كيعطيك واحد النازلة وكيشوف يعني الحل ديالها من خلال الأجوبة ديالك. مثلا يقول لك إني اكتشفت أن شخصا من أفراد عائلتك يقوم بعمل غير مشروع مثل التهريب، كيف ستتصرف حيال ذلك؟ إذا الجواب هنا راه باين واضح فيما يقولوا لك عائلتك أو شيء يهم العائلة، فأنت حاول تكون موضوعي وحاول تكون يعني حيادي أكثر من أنك يعني تزيد لشي طرف سواء يعني العائلة أو ما إلى ذلك. فأنت دائما تسمع العائلة، دائما طبق القاعدة القانونية، لأن القاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة للجميع، ما كتعرف لبا لمي لخويا، إلا أن خصك تكون حاضر. مثلا يقدروا يحطوا لك مثلا واحد النازل اللي كنت كتير كتحط في بزاف ديال المباريات، مثلا داك النازلة ديال لا دخلتي ولقيتي مك مع شي واحد، فهذه واحد النازلة اللي كتحط بزاف يعني في المباريات ديال العسكر وما الى ذلك، والهدف منها انهم يشوفوك واش مركز. فكيقولوا لك مثلا، نعاودها واخا قلتها بزاف المرات ولكن نعاودها، كيقول لك مثلا لو دخلتي للدار ولقيتي الوالدة ديالك ناعسة حدا شي واحد، شنو غادي دير؟ ف 90% غادي يقول له غادي نتبع القاعدة القانونية وغنجيب لهم المخزن مثلا. وكاين مثلا اللي غادي يقول لا غادي نقتلو، يقدر ما عرفت، ولا اللي يقول لك لا غادي نضربهم لا غربطهم لا كذا كذا كذا. والاجوبه كامله اللي التي سلفت فهي خاطئه. الجواب الصحيح في هذه النازله هذه هي ان القيمه ديال داك الشخص خلاها لك اكس، فانت القيمه ديال داك الشخص تقدر تعبئها باي حاجه. هو قال لك لقيتي مكناسه حدا شي واحد، ما حددناش الطبيعه ديال داك الشخص، تقدر تقول له عادي القم مناسه حدا شي واحد، غيقول لك كيفاش؟ بالطبع غيقول لك كيفاش، ما يمكنش يدوز معك مرور الكرام. تقول له عادي ان امي مثلا تناس حدا خويا، عادي ان امي تناس حدا بو، شي راه امر عادي يعني ماشي شي حاجه اللي خايبه ولا كذا، يعني انت دماغك نقي وانت ظن في امك ظن الخير وما الى ذلك، فهمتي؟ يعني هو خلى لك القيمه ديال داك الشخص اكس، ما عطاكش ناس حدا واحد كذا، حدا واحد هانيه، داك الواحد هو با مثلا، انت عبئتيها بالقيمه اللي بغيتي، وهنا كتبين انك يعني ذكي وكاين شويه ديال الدهاء والذكاء والمكر المزيان.
المهم بالنسبة لبعض الأسئلة مثلا، ما هي مهام المساعد الإداري بالفيالقة الجمركية؟ يقدر يقول لك ما هي مهام حراس الجماري، يقدر يقول لك مثلا ما هي مهام مفتشي الجماري، يعني وهذه خصك تكون جوجليتيها بالطبع وتكون حافظة. فأنا ما قدرش نعطيها لك دابا حيت أنا براسي ناخذها من جوجل، أنت سير طبيها في جوجل وشوفها. أنا فقط كنعطيك غير إشارات وصافي. ما هو الاسم التاريخي لمدينتك؟ بكم تبعدوا مدينتك عن العاصمة الرباط؟ حتى راه تكون باينة حيت تمشي دوزو في الرباط، راكم ما تعرفوش شحال من كيلومتر ضربتي. ما هو الاسم التاريخي للمدينة ديالك؟ ويقدروا يسولوك بعض الأسئلة الأخرى التي لها علاقة بمدينتك باش ما نطولوش الفيديو. فأنا غادي نحبس هنا. إلا عجبكم بحال هذا الكونسيبت وبغيتو نزيدو فيه شي فيديو أخر، ولا نهضر لكم مثلا على الاختبار البسيكوتقني أكثر، الله اكبر. فكنتمنى انكم تضغطوا على لايك وسبسكرايب وديروا دي كومونتير يعني مزيانين، ماشي بحال الكومونتير اللي حطنا خونا اللي قال لك كتجوجلي كل شيء. شكرا لكم، الى حلقه قادمه استودعكم الله. شكرا لكم، الى اللقاء.